خلصناهم. هلأ نيجي للنون ناركوتيك أنالجيزك باراسيتامول. نرجع نسأل هل الباراسيتامول من الإنسيدز؟ لا، الباراسيتامول مش من الإنسيدز، لكن هل هو أنالجيزك؟ أوكي هو أنالجيزك، لكن هل هو ناركوتيك؟ لا مش من المخدرات. يبقى الباراسيتامول هو نون ناركوتيك أنالجيزك. أوكي إحنا فصلناه بالفاصل الدعائي تبع الفيديو عشان إيش تعرف إنه هم مش من الإنسيدز. نشوف شو قصته هذا الباراسيتامول اللي هو البنادول. باراسيتامول أور أسيتامينوفين، ليش بسموه لي هيك اسم كيميائي أسيتامينوفين؟ طلع لي على الشكل الكيميائي هذا اللي هو هذا البنزين اللي عليها OH، هذا بتقولوا له فينول صح، وهذا اللي عليه نيتروجين بيصير، لكن النيتروجين مش لحالها مش أمين جروب، مرتبطة مع سي دبل بوند أو كاربون، فهذه أميد جروب. أوكي فبصير كله على بعضه اسمه أسيتو أسيتامينوفين. أسيتو من الأسيتيل جروب هاي، ماشي؟ أسيتو أسيتيل جروب، أمينو أسيتو أمينوفين من الفينول، فبيطلع أسيتامينوفين. أوكي طيب شو ماله؟ widely used over the counter analgesic، قلنا over the counter أو OTC اللي هي الأدوية بدون وصفة طبية. أوكي اللي هي قلنا لو كنا في بلاد برا بيبيعوا لك إياها في السوبر ماركت. أوكي pain reliever and antipyretic، إذا هو بيشتغل مسكن وبيشتغل خافض حرارة، لكن زي ما اتفقنا هو non narcotic مش من المخدرات. طيب الباراسيتامول classified as mild analgesic. أوكي هو أقل درجة لو قلنا بسلم المسكنات، أو واحد بدنا نوفر له أنالجيزيا. أوكي أول درجة بالسلم اللي هو الباراسيتامول، وطبعا أأمن شيء. It is commonly used to relieve headache and other minor aches، الآلام البسيطة، and pains is a major ingredient in numerous cold and flu remedies، ماشي؟ لأنه اللي هي أدوية الرشح بتعمل أساساً، الرشح بيعمل صداع فهو بخفف الصداع، فمشان هيك بتحشوه في كل أدوية الرشح. In combination with opioid ممكن ندمج الباراسيتامول هذا مع المخدرات عشان يعطي تأثير أفضل. Can also be used in management of more severe pain such as post-surgical pain and providing palliative care. Palliative care قلنا العلاج التلطيفي لمرضى السرطان. طيب الأنالجيزك ميكستشر إيش بندمج الباراسيتامول مع إيش؟ بندمجه لي مع الكافيين باسم تجاري بنادول إكسترا أو باندا إكسترا، أي إشي إكسترا معناته فيه كافيين. باراسيتامول بيدمجوا لي مع الأسبرين باسم تجاري إفريلجان، حبوب فوارة بيجي. في باراسيتامول مع الكوديين باسم تجاري ريفاكوت، هو نفسه اللي حكينا عنه لما حكينا عن الكوديين، قلنا في داي هيدروكوديين لحاله وفي كوديين مع باراسيتامول. أوكي لكن تركيز الكوديين هنا زي ما ورجيناكم قبل شوية في الجدول إنه تركيز الكوديين 10 ملي جرام، أقل 10 ملي جرام. طيب نشوف الأكشن تبعه. Affect pain receptor in CNS not prostaglandins. حدا قال لك بيشتغل على الكوكس 1؟ لا. حدا قال لك بيشتغل على الكوكس 2؟ لا. حدا قال لك بيأثر على البروستاجلاندينز؟ لا. اوكي يبقى هو مسكن بس ما بيأثر على البروستاجلاندينز، ماشي الحال. اذا affect pain receptor in the CNS. It is not generally classified as NSAID. ليش؟ because it exhibits only weak anti-inflammatory activity، ويش برضو بيشتغل analgesic and antipyretic effect. زي ما قلنا دايما بيسألونا السؤال هذا، هل الباراسيتامول من الانسيدز او لا؟ طيب نيجي نشوف الكاينيتكس تبعه، قديش بيستمر ببلش بعد 11 ل 30 دقيقة من الاورال administration، والانواع الجديدة اللي هو بنادول اكتيفاست بيشتغل برضو اسرع من هيك. It's half life تقريبا 4 ساعات، عشان هيك الباراسيتامول لازم تعطيه كل 6 ساعات في النهار. قديش الدوز تبعته؟ في عنا الأدلت دوز بياخد الواحد 1000 ميلي جرام بير سنجل دوز، يعني يا بياخد حبة بنادول اللي فيها 500 أو بياخد حبتين مع سوا. أوكي حسب وزنه حسب شدة الألم، وممكن ياخد لحد 4000 ميلي جرام في اليوم. أوكي
يعني كم من حبة؟ 4000 ملي جرام يعني 8 حبات تمام. من عيار 500، أوكي؟ 8 حبات من عيار 500 وأربع حبات من عيار 1000. هلأ بالنسبة للأطفال، إذا كانوا تحت السنة من 3 إلى 12 شهر، هدول بينعطوا لحد 120 ملي جرام. 120 ملي جرام. وفي عندنا ريفانين بالسوق اللي هو ريفانين فور انفانت، شراب بيكون عياره 125، هذا للأولاد الصغار الانفانت. اللي أكتر من سنة لحد الخمس سنين، هدول بياخدوا 250 ملي جرام، برضو شراب، لكن بيقول عنه شراب للأطفال. هلا الأطفال اللي من 6 ل 12 سنة حسب وزنهم، هدول إذا كان وزنهم صغير بنعطيهم جرعة الأطفال الصغار تبعت 250، وإذا كانوا كبار وبيقدروا يبلعوا حبوب بنعطيهم جرعة الكبار اللي هي 500 أربع مرات في اليوم. وإذا انزنقنا مثلا ولد صغير ما عندناش إلا الأدلت، ما عندناش شراب، بنقسم له الحبة بالنص تسكي. طيب ليه تسكي؟ لأنه هي مش انتركوتد، أوكي؟ أي حبة مش انتركوتد بصير تقسمها. نشوف الادفيرس افكت. هلا قلنا البنادول يعتبر نسبيا امن، اوكي، فما في عندنا مشكله بالعلاج تبعه. اذا النون ات نورمال دوز، بالجرعات العاديه ما في عندنا مشاكل، لكن اكيوت اوفر دوز اوف باراسيتامول كان كوز بوتنشلي فيتال ليفر دامج، اوكي. اذا الواحد اخذ جرعه عاليه من الباراسيتامول بصير عنده ليفر دمج. قديش يعني جرعة عالية؟ أكثر من 10 جرام. قديش بدهم يطلعوا معنا 10 جرام؟ كم من حبة؟ لو قلنا 10 شريط ريفانين بدهم يطلعوا شريطين ريفانين، ماشي، عشان توصل ل10 جرام، أوكي. في الوضع الطبيعي الواحد ماكسيموم بياخذ 8 حبات ريفانين، لكن اللي بيحب ينتحر أو إذا الواحد أخذ جرعة عالية 20 حبة من الريفانين، ساعتها بيصير عنده فشل في الكبد، أوكي. وإذا كان بيشرب بيكون ايش؟ ضربة مزدوجة. طيب not affect gastric mucosa، وما بيعمل ألسر، ما بيعمل ريس سيندروم زي ما هي في الأسبرين. safe in pregnancy، في له تريد نيمز كتير، بنادول، تاينيلول، ريفانين، في أسماء تجارية تانية؟ عبا باندا 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 دولومول، ماشي الحال، جوبامول، أدول أدول، أوكي، في كتير. نيجي هلأ خلصنا طبعا موضوع المسكنات، مرتبط ارتباط وثيق بمشكلة مرضية اللي هي بيقولوا عنها الجاوت. جاوت اللي هو داء النقص، أو كانوا يسموه داء الملوك، ماشي. ليش داء الملوك؟ قال هم لأنه بيأكلوا لحم كتير، فبصير عندهم يوريك أسيد كتير، فبالتالي عندهم بصيروا مفاصلهم يوجعوهم، أوكي؟ طبعاً هو مش المشكلة إنهم بياكلوا لحم كتير، هم ما بيقدروا يصرفوا اليوريك أسيد اللي موجود عندهم، وبالتالي بصير في عنا يوريك أسيد كريستالز، وبتراكم في المناطق اللي التروية الدموية تبعتها ضعيفة، وأكتر مناطق التروية الدموية تبعتها ضعيفة في المفاصل، تحديداً في مفاصل الإيدين والإجرين، بس أول ما تظهر في الأصبع الكبير تبع الإجرين. اوكي، بصير swollen and inflamed joint، لانه الكريستالز بتصير بتجرح التيشو اللي جنبها، فهذا بيشعر بالام شديد جدا. طيب نشوف الجاوت شو معرف لي اياه. it is an inflammatory disease، ماشي، يعني في عندنا inflammation في الموضوع، عشان هيك قلنا لكم الانسيدز مرتبطه بالجاوت، لانه الانسيدز انتي انفلاماتوري. طيب It is caused by elevated level of uric acid in blood. المشكلة الأساسية إنه في عنا تركيز يوريك أسيد عالي. الوضع الطبيعي للبني آدمين العاديين اليوريك أسيد بتخلصوا منه عن طريق الكلى، أوكي؟ هلا في ناس ما بيقدروا يتخلصوا من اليوريك أسيد بسهولة عن طريق الكلى، يا بيصير عندهم على شكل حصوات في الكلى، تمام؟ أو بيصير عندهم على شكل إيش؟ بلورات بتترسب بالمفاصل على شكل الجاوت، تمام؟ The uric acid crystallizes، بيعمل بلورات، and the crystal deposit، تترسب in joints, tendons اللي هم الأوتار and surrounding tissues. طبعا هذا الشيء بيكون مؤلم جدا للمريض. هلا الفاجوسايتس مين هدول؟ من خلايا الدم الحمراء البيضاء، attack the crystals and cause inflammation، لأنه بالنسبة إلها جسم غريب في مكان غير مناسب، فبيهاجموا البلورات وبيبلش الانفلاميشن، pain and swelling.
هلا الجاوت usually characterized by recurrent attack of acute inflammatory arthritis. بصير عنده وجع الواحد بالمفاصل. Red, tender, hot, swollen joint at the base of the big toe. عادة أول ما تبلش المشكلة بالمفصل الكبير is the بالأصبع الكبير is the most commonly affected. حوالي 50% من cases. However, it may also present as إيش هذي؟ نيفروباثي. أيوة. As a nephropathy ماشي الحال. لا زي ما قلنا اللي هي مشكلة في الكلى وتجمع اليوريك أسيد على شكل حصى في الكلى. النورمال يوريك أسيد من 1 إلى 7 ميليغرام. هلأ في ناس في عندهم مرحلة ما قبل الجاوت، يعني هو اليوريك أسيد عنده عالي ماشي، بس مش موصل لمرحلة الجاوت، مش مترسب بالمفاصل وعامل له مشكلة الجاوت. بيسموه يوريك أسيد انتوليرانس، إنه هو مش متحمل النسبة العالية من اليوريك أسيد. هدول الناس بيمشي حالهم في الدايت، أوكي؟ نقول لهم ما تاكل لحم كتير، ما تاكل بقوليات كتير، ما تاكل مكسرات كتير، أوكي؟ فبتمشي أمورهم. لكن إذا عدى اليوريك أسيد هذا الحكي وصار عندنا مشاكل بالجوينت، ساعتها بده علاج رسمي. الجاوت was historically known as the disease of kings، زي ما قلنا داء الملوك، على أساس إنهم ناس غنية كتير بياكلوا لحم كتير فبتصير عندهم هاي المشكلة. طبعا إذا البني آدم ما بيقدر يصرف اليوريك أسيد بتظهر عنده المشكلة، أوكي، سواء لحمة أو بقوليات أكل. لكن مش لأنه الواحد بياكل لحم كتير بيصير عنده الجاوت، زي في ناس بيعرفوا إنه مثلا السكري لأنه بياكل سكر كتير بيصير معه مرض السكري. لا، هي مش الفكرة هيك. هو ما بيقدر يصرف المادة اللي موجودة فبيصير عنده مرض النقرس، تمام، أو بيسموه rich man's disease. نشوف كيف بدنا نعالج مشكلة الجاوت. treatment of gout. The initial aim of treatment is settle the symptoms of acute attack. إذا هو هلأ الأصبع إجره ورمان، هلأ موجوع كتير فبدنا نخفف من الإنفلاميشن. فالحل كونه عنده inflammation أعطيه أي إشي anti-inflammatory. Treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs أو اللي هم الانسيدز اللي نحنا أخذناهم قبل شوي، اللي هم البروفين والديكلوفيناك والإندوميثرسين والشي اللي هاي كلياتها. بس طبعاً بنختار إيش انسيد اللي يتركز بالمفاصل، ستيرويدز اللي هم الكورتيزونات، أو دواء اسمه كولشيسين، هذا خصوصي لجماعة النقرس. improves the symptoms. طيب هذا مين؟ الأكيوت أتاك، يعني إذا النوبة هلأ هو موجوع زي ما قلنا ورمان أصبع إجره. repeated attack يعني هو بين كل فترة وفترة بتصير مع المشكلة. can be prevented ماشي الحال هون عشان نسيطر على الموضوع وما يصير كل يوم والتاني أصبع إجره يمرم ويضله البني آدم تعبان، أوكي. هو طبعا مش بس بورم أصبع إجره، البني آدم بحس حاله جسمه مهدود مش قادر يعمل إشي، بحس حاله تعبان زيادة عن اللزوم. إذا repeated attack كيف بدي أمنعها؟ by different drugs used to reduce serum uric acid level ماشي، يعني prophylactic. level of uric acid are usually lowered via lifestyle change and in those with frequent attack نعطيهم دواء اسمه allopurinol أو propionside provide long-term prevention. إذا في عنا وضعين، في عنا acute attack لازم تعطي دواء هلأ يهدي الأمور ماشي، يمنع تنسيدز أو ستيرويدز أو كل شيء، أوكي. والناس اللي عندهم repeated attack بين كل فترة وفترة بيصير عندهم الهبات هاي أو بيصير عندهم المشكلة اللي بتتفاقم، هدول بدنا نعطيهم دواء يسيطر على الموضوع بحيث إنه ياخدوا باستمرار، سواء أكل لحمة ما أكلش لحمة، موجوع مش موجوع، لازم ياخد هذا الدواء اللي هو allopurinol أو propionside ماشي الحال. لكن هتلاقي اللي هم للأكيوت أتاك في ساعة الساعة وقت المشكلة ما بينعطوا بروفيلاكسس، مش والله أنا بعطيه مثلا مسكنات بروفيلاكسس أحسن ما تصير مع الأكيوت أتاك، ما بصير. إذا هون تريتمنت للأكيوت أتاك أو مانجمنت للأكيوت أتاك، وهون بريفنشن للريبيتد أتاكس.
طيب نشوف شو بدنا نعطي أدوية drugs used. أول إشي المجموعة الأولانية drugs that reduce inflammation in acute attack. قلنا شو ممكن نعطي؟ يا NSAIDs أو كولشيسين أو قالولي إيش جاي معنا مش مفصولة اللي هي steroidal glucocorticoids اللي هم الكورتيزونات. طيب الNSAIDs المفروض هلأ حرفين فيهم ما لحقنا ننساهم قبل شوي حكيناهم. NSAIDs are the usual first line treatment for gout. زي ما قلنا هو مش treatment هو management لأنه ما بيطيب الواحد منهم. And they are not recommended however in those with GI bleeding. زي ما قلنا اللي عندهم مشاكل في المعدة ما بصير تعطيهم NSAIDs. الناس اللي عندهم مشاكل كلى برضو ما بصير تعطيهم NSAIDs. أو الناس اللي عندهم heart failure. While indomethacin has been the most commonly used NSAIDs or ibuprofen. زي ما قلنا الاندوميثاسين بتركز بالهارت تيشو، الايبوبروفين بتركز بالسوفت تيشو حسب هو حجم المشكله وين عنده. طبعا في صوره بيعملوها للناس اللي شاكين انه عندهم جاوت ومش متاكدين، يعني هو ما بيورم مثلا اصبع اجره، قلنا 50% من الناس بيورم عندهم اصبع اجرهم، بس ال 50% من الثانيين ما بيورم عندهم، بيجوا بيشكوا من مشاكل مختلفة، مرات بالتندون، مرات كتفه، مرات أصابع إيديه إلى آخره، بيشكي من أشياء جنرال كتير، فالطبيب ما بيقدر يحدد. ففي بيعملوا صورة نسيت شو اسمها، إشي شبه الصورة الطبقية بس هي خصوصي للجاوت، بتوضح وين المفاصل اللي اتأثرت في جسم هذا البني آدم وقديش الضرر تبعها، كأنه بس مستشفى عندنا واحد في الأردن بيعمل هاي الصورة. طيب اذا الانسيد قلنا اول حل. الحل الثاني كولشيسين. It is sourced from alkaloid. الكالويد يعني احنا جايبينه من نبات يحتوي المادة الكيميائية طبيعتها قاعدية وتحتوي على عنصر النيتروجين، هاي معنى الكالويد. source هو الكالويد من نبتة، طبعا لازم علشان يكون هذا الحكي صح نكتبه احنا بالميل. اوكي كولشيكام اوتومانيل ماشي الحال. اليوزز تبعت هذا الكولشيسين for relief of acute attack، تمام، relief pain associated with gout، inhibit some action of inflammatory cells in gout. اوكي يبقى هو يعتبر ك pain reliever تحديدا في الجاوت. تاني اشي انه prevent the attack of mediterranean fever. Mediterranean fever اللي هي حمى البحر الأبيض المتوسط. Okay. Side effects تبعيتي diarrhea, nausea and vomiting, abdominal pain, teratogenic إذا كانت الست حامل وcarcinogenic على long run إذا استخدم لسنوات طويلة. زي ما نحن بنقول هنا هذا أنت بتعطيه للأكيوت أتاك ما بتاخده على اللونج ران. يعني أنا مش والله قلنا باخد احتياطاً NSAIDs أو باخد احتياطاً كل شي سين عشان ما يصير معي المشكلة. أنت بتعمل كنترول على الدايت، بتاخد الأدوية تبعت الريبيتد أتاك، وإذا انزنقت في يوم من الأيام انعزمت على منصف، انعزمت على خروف محشي، اضطريت تاكل أكل كبيرة فيها لحمة سمك، طبعاً نسبة اليوريك أسيد في السمك أكتر من اللحوم الحمراء أكتر من الدجاج. أوكي فاللي الناس اللي بيعانوا من المشكلة بنحاول نعلمهم على المواد الغذائية، إيش الأشياء اللي يتجنبوها، إيش الأشياء اللي يأكلوها مثلا مرة في الأسبوع. لا سمحت سؤال داخل على كلامك، تفضل. السبب هذا بيكون راجع لنقص يعني فيتامين الجسم ولا بتكون شغلة وراثية؟ لا لا الجاوت على الأغلب هو شو اسمه وراثي، يعني الهيريديتري فيه كتير كتير عالي، مش إنه والله هو نقص فيتامينات أو كذا. تمام زي كيف السكري مرض وراثي نفس الشيء الجاوت مرض وراثي. أوكي familial history very strong. طيب الحل الثالث بس جاي معانا هون اللي هو الستيرويدز glucocorticoids have been found as effective as NSAIDs. بس في عنا مشكلة بالستيرويدز إنهم على اللونج ران الكورتيزونات شو بيعملوا؟ بيأثروا على المناعة. بيأثروا على المناعة وبيأثروا وإلهم لستة طويلة عريضة من السايد إفكتس. طيب نشوف الحل الثاني اللي هو البروفيلاكتيك. أوكي قلنا الأصل إنه إحنا نعمل لايف ستايل موديفيكيشن
دايت معين بحيث انه مش ما ياخذ يوريك اسيد بالمره، لا بياخذ يوريك اسيد لكن ايش، مش والله كل يوم لحمه، او مثلا زي ما قلنا اللحمه مره بالاسبوع، او مثلا يدير باله مش يكون مثلا لحمه ومكسرات ومثلا سبانخ وسمك كله بنفس اليوم، وضع طبيعي يروح على المستشفى. البني ادم اللي ما له شيء ما بيتحمل هدول كلهم سوا. اذا البروفيلاكتيك، اذا اول شيء قلنا اللايف ستايل موديفيكيشن، بعدين الادويه هاي اللي بتنعطى كبروفيلاكسس، ما زبط وصار مع اكيوت اتاك بنعطيهم الادويه اللي بالصفحه اللي قبلها. طيب they are not usually recommended until 1 to 2 weeks after an acute attack has resolved. Okay. إذا هو تكرر مع acute attack كذا مرة ساعتها منبلش له بالبروفيلاكتيك دراج. Okay. في عنا المجموعة هاي بسموها uricosuric drugs أو uricosuric agent. شو يعني uricosuric؟ uricosuric يعني هم بدهم يسهلوا على الجسم انه يتخلص من اليوريك اسيد، بيقولوا لهم يوريكوسوريك. اوكي نشوف شو كاتبين عنهم. substances that increase the excretion of uric acid in the urine thus reducing the concentration of uric acid in blood plasma. خلوا الجسم ايش يطلع اليوريك اسيد برا الجسم. In general this effect is achieved by action on proximal tubule of the kidney. ماشي. إذا uricosuric agent بدهم يخلصونا من اليوريك أسيد، بس هذا prophylactic مش ساعة الساعة وقت ما هو الواحد مزنوق ورمان إجره. The uses إمتى نستخدمهم uricosurics are often used in treatment of gout by decreasing plasma uric acid level. بس هذا prophylactic. طيب drugs مثل البروبين سايد drug، مين هذا البروبين سايد؟ واحد من اليوريكوسوريك، يعني اليوريكوسوريك هي اسم المجموعة ووصف للمجموعة. البروبينسايد واحد من اليوريكوسوريك ايجنت. Interaction is very important when using uric acid in presence of other medication. ليش؟ Also used as adjunct to antibiotic therapy because it inhibits renal tubular secretion of most penicillin, cephalosporin and sulfonylpyrazone. شو يعني قصده؟ قصده انه هذا البروبينسايد كونه بيأثر على الكوليكتينج داكتس في شو اسمه في الكلية، فبيقلل الاكسكريشن لبعض الانتيبيوتكس. فبيقول لك دير بالك من هاي النقطة. فعليا هم استفادوا من هاي النقطة كتير بالحرب العالمية، بحيث انه كانوا يحتاجوا كميات كبيرة من البنسلين للناس اللي بيصابوا بالحرب، فعلشان يخففوا من كمية استخدام البنسلين كانوا يعطوهم بروبينسايد. ليش كان معهم جاوت يعني هداك الوقت؟ لا ما كان معهم جاوت، بس وجود البروبينسايد بيقلل الدوز تبعت البنسلين لأنه بيخلي البنسلين موجود في الجسم فترة أطول، وهاي من الدرج درج انتراكشن اللي إحنا بنستفيد زي كأنه بنحتال على الجسم. طيب ايش في اشي تاني بنعطيه كبروفيلاكسيك غير اليوريكوسوريك ايجنت؟ قلنا من اليوريكوسوريك ايجنت اعطينا بروبينسايد، اوكي، وقلنا استفاد منه ايام الحرب العالمية. في عنا دواء تاني بينعطى اللي هو اللوبيورينول باسم تجاري زايلوريك، تمام. هذا كتير الدواء مشهور لجماعة اللي معهم نقرس. اليوزز برايمري فور تريتمنت اوف هايبريوريسيميا. شو يعني هايبريوريسيميا؟ ارتفاع اليوريك اسيد في الدم including chronic gout. انتبهت في عنا هنا يعني gout ونقرس، اوكي، والهايبريوريسيميا حاله ما قبل الجاوت، يعني انه هو عنده اليوريك اسيد عالي بس ما بلش يترسب على شكل بلورات في المفاصل، لكن اليوريك اسيد عالي، اوكي، راح يسبب له مشاكل مستقبليه، فلازم احنا نبلش له بالالوبيورينول حتى لو ما معه نقرس. قلنا عنده ارتفاع في اليوريك أسيد أو عدم احتمال اليوريك أسيد. إذن used to treat hyperuricemia and chronic gout which is administered orally. في منه مقاس 100 وفي 300. الدوز تبعه لحد 900 ميلي جرام، يعني لحد 3 حبات من 300 باليوم. It's okay. الأكشن اللوبيورينول inhibit enzyme اسمه زانثين أوكسيديز، تمام. وهذا الزانثين أوكسيديز شو بيعمل؟ responsible for uric acid synthesis so decrease the uric acid concentration.
نشوف كيف بيشتغل هذا اللوبيرينول. هيو بيمنع الزانثين أوكسيديز وبالتالي بيتحول لألوزانثين، فبالتالي بيمنع اليوريك أسيد كونسنتريشن. طيب في عنا دواء تاني اللي هو هايبنثين برضو بيأثر على الزانثين أوكسيديز. لكم إياها أو موضحي لكم الشغل تبع الألوبيرينول هنا. هاي رسمة، أقرب رسمة لقيتها شبه تبع الكتاب. هاي هنا الأصل عنا هاي الألوبيرينول. الألوبيرينول هو اللي بيعمل إنهبيشن للزانثين أوكسيديز. هذا الزانثين منين أجا؟ الزانثين هو واحد من الميتابولايتس في تكوين اليوريك أسيد. أوكي، هاي عنا هايبو زانثين، هاي تحول إلى زانثين، والزانثين بيتحول ليوريك أسيد، هذا في الوضع الطبيعي. واليوريك أسيد هو اللي بيتراكم وبيسبب لي مشكلة الجاوت. فإحنا لما بنعطي اللوبيرينول بيعمل إنهبيشن للزانثين أوكسيديز، ما بيخلي الهايبوزانثين يتحول لزانثين ولا بيخلي الزانثين يتحول إلى يوريك أسيد. أوكي، فبالتالي كمية اليوريك أسيد اللي هون بتقل كتير وبيستفيدوا الناس اللي معهم نقرس. كمان مرة بسأل نفس السؤال، هذا بينفع ساعة الساعة ما هو إجره ورماني المريض وقاعد بنط من الوجع؟ لا، هذا بروفيلاكسس. هذا بروفيلاكسس، لازم مريض النقرس ياخذ اللوبيرينول بشكل منتظم ماشي الحال، وبنعطي وقت الاكيوت اتاك بنعطي الكولشيسين او الانسيد حسب ظرفه. اذا هو معدته بتتحمل بياخذ انسيد، ما بيتحمل بياخذ كولشيسين. وطبعا الكولشيسين هو الدراج اوف تشويس للاكيوت اتاك اوف جاوت. ماشي، ايش يعني drug of choice؟ هو الخيار الأفضل. بالضبط، هو الخيار الأمثل في حالة الخيار الأول بالضبط، والتوكسيسيتي